فالإضراب عن الطعام حتى الموت هو نيل من الطاغي كما هو تحقيق للكرامة والدفاع عن الكرامة، وهو طاعة لله حقيقة خالصة، بل من أفضل الطاعات الإضراب عن الطعام للنيل من الطاغي حفظا لكرامة الإنسان بل وكرامة المجتمع، وهو الأهم والأوسع، هي من أفضل الطاعات لله، وهي من أفضل العبوديات لله، لأن الإنسان أعطى ما يملك هي العبودية. من أجل ماذا؟ دفاع عن قيم السماء، كرامة قيمة كبرى، دفاع عن كرامة المجتمع. وعبد الهادي خواجة يستحق أن يدافع عنه، لأنه يجسد حقيقة الإنسان. لم يضرب عن الطعام ولم يجاهد دفاعا عن ذاته، وإنما دفاعا عن مجتمعه، لأن حقيقة الإنسان هو الذي يعطي الآخرين من ذاته ولا يفكر في أن يأخذ من الآخرين لذاته. هذه هي الإنسانية. الإنسان حقيقة، عظمة الإنسان وحقيقة الإنسان هو حينما هي درجة عليا من الإنسانية لا يبلغها إلا ذو حظ كريم، أن الإنسان يعطي من ذاته للآخرين ولا ينتظر من الآخرين أن يعطوه لذاته. بتعبير القرآن اللي عبر على الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين وفضة حينما هناك أطعموا الطعام، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. شوفوا احنا هسه فعلنا هذا العمل الخير، إنما نطعمكم لوجه الله، ما نريد شيء يرجع علينا. أعطوا من ذاتهم للآخرين لولا. وسميت سورة الإنسان، هذا هو الإنسان، الإنسان المتكامل والإنسان الأكمل هو هذا. جاء مو نهب الآخرين. شوفوا الناس، أنا أسرق حتى أشبع بطني، أنا أنهب الفقير، أنا آكل مال اليتيم، وهذا هذا عكس الإنسانية، أكل الحرام. أما هني لاحظ، هو أعطى الآخر وجاء هو أعطى من ذاته للآخر ولم يطلب من الآخر شيء لذاته. هذه الإنسانية وهذا الكمال الإنساني. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المجاهد عبد الهادي خواجة حينما دافع، مو من الآن، من قبل كان يدافع عن كل مستضعف في البحرين يتمكن من الدفاع عنه. أي واحد يعتقل يظلم وما ما يعرفه، ما عنده علاقة وياه، بس مظلوم، يروح يدافع عنه ويتعرض للأذى هو والاعتقال والتحقيق والمضايقات وما شابه، كان يتحمل دفاعا عن الآخرين، عن الضعفاء. هذه هي الإنسانية. واليوم هو يضرب حتى يحفظ كرامة المجتمع ويستعيد للمجتمع كرامته، يموت من أجل كرامة الناس، من أجل حياة كريمة لمجتمعه. هذا هو الإنسان، هذا هو النيل من العدو، هذا هو العمل الصالح. هذا مثل عبد الهادي خواجة يستحق الإكرام، لأنه هو من أكرم ولم يطلب من المجتمع أن يكرموه، ولم ينتظر من المجتمع أن يكرموه، لذلك يستحق أن يكرم ويدافع عنه. طبعا أخبار غامضة، يعني إذا أنا أريد أجي أقول تحليل تدري ما عنده معلومات، لكن يأخذ يستوحي الاحتمال أنه دخل في غيبوبة، قد مات أو أوشك على الموت، ممكن ركبين عليه أجهزة، إن شاء الله هذا التحليل يكون خاطئ. لكن إذا كان غير ذلك يتفضلوا يثبتوا، يخلوا زوجته تتصل فيه، يتصل فيها يكلمها. زين، صار 5 أيام الآن، 4 أيام، 5 أيام. فإذا كان هناك ضوء أخضر لجعله يموت وينتهي، وبالتالي يريدوا
يسوون تهيئة للمجتمع يتقبل، لا لن يتقبل المجتمع. ولازم المجتمع يكون عنده استعداد لأن يدافع عن هذا الطود الشامخ، لأنه يمثل الإنسان الذي يعطي من ذاته لغيره ولا ينتظر من الآخر أن يرد عليه عطاءه. مدرسة في الصمود. بالتالي يستحق وليستعد نظام البحرين، فليسعى ما يسعى، وليكن النظام الأمريكي الخائب يعد النظام البحريني ويعينه على ظلمه وفساده، لن يستطيعوا أن يسلبوا من مجتمع البحرين كرامته، لن 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 يستطيعوا. لذلك لابد أن يكرم مثل المجاهد عبد الهادي خواج. وهكذا البجادي عندنا أيضا نموذج لم يدافع عن ذاته، رجال عنده إمكانية مالية ولله الحمد، يدافع عن معتقل، يدافع عن مظلوم يعذب في السجن، ما عنده بينه وبين قرابه ولا علاقة ولا شيء، لكن مظلوم يعذب ويموت في السجن فيدافع عنه. معتقل يروح يدافع عن إنسان يعطي من ذاته للآخر. نذير الماجد يكتب مقالة يدافع عن حرية الناس في اختياراتها. وهكذا غيرهم. بس وإن كان احنا ذكرنا هؤلاء باعتبار محورية الإضراب عن الطعام، فهم هؤلاء عملهم مشروع، عمل صالح ويثابون عليه ولهم الأجر والثواب. بالتالي شوشرات من هنا وهنا اللي يريد يطلعها ويطلع فتاوي تخدم الطاغي، خليه يطلع فتوى على الطاغي اللي يقتل الناس. ها هذا انتحار وقتل النفس، وقتل النفس ما يجوز ونار جهنم. زين لو سلمنا جدلا 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 أقول ها هذا قتل للنفس وجزاء جهنم، قتل نفسه حتى مو غيره. هذول الطغاة اللي يقتلون الناس تقدر تقول هذا مصيرهم جهنم؟ لو تخرس تصير أبكم، تاكل تبن، تصير خسيس، نزل الصير هنا، تصير لئيم لئيم تقبل اللعب. لذلك تخرس عن الطاغي. هذا لو فرضنا جدلا، ها والحال ليس كذلك. من يموت في إضرابه عن الطعام دفاعا عن كرامته وكرامة مجتمعه، دفاعا عن قيمه، فهو شهيد. وعبد الهادي خواجة إذا أكرمه الله بالموت فهي كرامة بالشهادة، وهو أمير للشهداء سيكون. نسأل الله له الحياة، نتمنى له الحياة، ولكن لو كان وحصل ما نكره له وهو الموت، الموت حق لكن نكره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قد يكون، ما أدري. لكن فيما لو كان فهو أمير الشهداء وطاعة حقيقة لله. نسأل الله له ولبقية المجاهدين المضربين عن الطعام الثواب الأجزل والأكبر من الله، والدرجة الأعلى من الله لهم تعويضا لهم عن هذه الدنيا الدنية. سأل الله لهم ولبقية المعتقلين الفرج العاجل من براثن هؤلاء الطغاة.